تواصل مصر جهودها المكثفة في تجهيز وإرسال عدد من المساعدات الإنسانية الموجهة للأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة من بوابة معبر رفح المصري متجهة لمنفذ كرم أبو سالم. يأتي ذلك فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها التعسفية التي تحول دون إدخال أكبر عدد من هذه المساعدات. المزيد مع محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري. نعم مشاهدينا الكرام، ما نقف الآن أمام معبر رفح حيث نتابع معكم كل ما هو جديد والتطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية. منذ ساعة تقريبا سمعنا دوي انفجار قادم من الناحية الشرقية من الجانب الفلسطيني من معبر رفح، كان قبلها ثلاثة انفجارات أخرى في أماكن متفرقة. هذه الانفجارات وهذه الغارات تأتي من ضمن سلسلة الانفجارات والغارات التي يقوم بها طيران الاحتلال الإسرائيلي في أماكن متفرقة في قطاع غزة. بالأمس كانت هناك مجزرة في منطقة جباليا في شمال قطاع غزة في هجوم لمنزل أودى بحياة العشرات من الفلسطينيين جميعهم من الأطفال والنساء، وهناك أعداد من المفقودين. هذا بالإضافة إلى هجوم آخر في حي التفاح أودى بحياة العشرات من المدنيين الفلسطينيين. الآن ونحن معكم نسمع يعني أيضا صوت الطائرة، هذه الطائرة التي تحوم في السماء تصدر أصواتا مزعجة وتعتبر بمثابة يعني إنذار شؤم للفلسطينيين، لأنها تقوم بمسح المناطق التي سوف تتعرض إلى الضرب أو إلى القصف. على المستوى السياسي فهنا نتحدث أيضا عن ما صرح به بعض المصادر المسؤولة بأن هناك وفد رفيع المستوى سوف يزور القاهرة. هذا الوفد يعني سوف يترأسه رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي للأمن الداخلي. هذه الزيارة تبحث طبعا يعني الوصول إلى اتفاق لتسوية القضية الفلسطينية ويعني وإبرام صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين وتوصل إلى وقف إطلاق نار. هذا طبعا يعني بالتأكيد نتحدث عن الجهود المصرية الكبيرة التي تقوم بها الدولة للتوصل إلى تهدئة في قطاع غزة. فيما يخص طبعا دخول الشاحنات والمساعدات الغذائية والدوائية من معبر رفح إلى كرم أبو سالم، نتحدث اليوم وبحسب هيئة المعابر والموانئ الحدودية في معبر رفح فأن هناك أربع شاحنات تحمل محروقات، أربعة منها من السولار وواحدة منها من الغاز. هذه الشاحنات بالفعل فرغت حبولتها وعادت مرة أخرى إلى الأراضي المصرية. يمكن هذا هو المشهد لدينا إلى الآن من أمام معبر رفح، وأعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو.